يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي أقارب لا يصلون حتى صلاة الجمعة، فقمت بالنصيحة لهم كثيرا فلم يستجيبوا فهجرتهم وأنا أبغضهم في الله ومنعتهم من دخول منزلي، فهل فعلي هذا جائز؟ نعم، إذا لم يتوبوا ويؤدوا صلاة الجمعة والجماعة فهجرك لهم حق، وترك ومنعهم من دخول منزلي. هذا إذا كانوا يتركون الجماعة، أما إذا كان لا يصلون أصلا فهم كفار والعياذ بالله، لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر، الكفر الأكبر المخرج من الملة على الصحيح من قوله العلماء. نعم.